السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. نادي البحرين للغولف ينظم بطولة البحرين العسكرية للغولف. تكريم المشاركين في البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكية. وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنظم حملة توعوية للجاليات الأجنبية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. امتدادا لمسار العلاقات الأخوية السعودية البحرينية، قام معالي الشيخ راشد بن عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة بحضور مهرجان سفاري بقيق لتراث الصحراء في نسخته الرابعة، بحضور محافظ محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأستاذ محمد بن سعود المتحمي والصحفي جمال الياقوت عضو هيئة الصحفيين السعوديين وعدد من المسؤولين والشخصيات والصحفيين والإعلاميين. هذا ويؤصل المهرجان تراث الصحراء عند أفراد المجتمع، كما يمنح الزوار فرصة تجربة الحياة الصحراوية، حيث تم تخصيص مضارب برية للأسر الزائرة ومسابقات تمثل هوية المهرجان. وخلال المهرجان تم تبادل الهدايا التذكارية وتناول الجميع وجبة الغداء تكريما لمعالي الشيخ راشد بن عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة والوفد المرافق لمعاليه. تحت رعاية كريمة من لدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، انطلقت مساء أمس بطولة البحرين العسكرية للغولف بتنظيم من نادي البحرين للغولف وبمشاركة ما يزيد على 100 لاعب من داخل البحرين وخارجها. وجاءت هذه البطولة احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس نادي البحرين للغولف، إذ شهدت المسابقة جولات تنافسية بين اللاعبين أظهرت العديد من المؤشرات الإيجابية التي أفضت عن علو كعب اللاعب البحريني في ممارسة لعبة الأثرياء كما يطلق عليها. بقوام ما يزيد على 100 لاعب حفلت بطولة البحرين العسكرية للغولف بمنافسة شديدة على مدار يومين متتاليين، بطولة جاءت بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس نادي البحرين للغولف. هذا الصرح الذي لطالما شهد العديد من المسابقات التي تحفز على ممارسة لعبة الصولجان كما يطلق عليها عموما. البطولة هي بطولة مرور 50 عام على تأسيس نادي البحرين للغولف، وهي تحت رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. البطولة على مدار يومين. احنا تأسس نادي البحرين للغولف رسميا أشهر في 74، ولكن الملعب أنجز في بداية الستينات 62 64. فالبطولة جدا عزيزة علينا جميعا، لعبنا على مدار يومين الجمعة والسبت. الجو ما سعفنا اليوم، الجو كان جدا تعبان اليوم، لكن الحمد لله رب العالمين استطاعوا اللاعبين أن ينجز البطولة. أرضية وأمت تلك المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة في شكل وإطار ملعب الغولف الذي أقيم عليه جدول المنافسات، وإمكانات فنية تم تذليلها لإنجاح هذه البطولة. ومعظم اللاعبين يتمرنون فيه، خاصة يعني بطولات عندنا بطولات العيد الوطني، بطولة صاحب السمو الملكي ولي العهد الله يحفظه، فالجميع يشاركون في الملعب الرويال لأنه بيكون ملعب مزروع. أما بالنسبة لملعبنا يعني هذا ملعب من ما شاء الله تبارك الله في أجيال في أجيال تعاقبت على هذا الملعب، يعني ما نقدر احنا نبخس بحق أي حد منهم، لأن الجماعة كفوا وافوا، يعني كل جيل يبتدي يطور في اللعبة ويطلع ناشئة جديدة. مضارب الغولف الخاصة باللاعبين ذات الرؤوس الخشبية والمعدنية لم تكن لترحم الكرة المطاطية القاسية التي تناقلتها الأرض حينا وتطايرت في السماء حينا آخر، لتذعن لحرفية المتسابقين
الذين نفذوا العديد من الضربات القصيرة والعالية والتي تجاوزت كل العوائق الموضوعة من أجل ضمان أكبر عدد من النقاط المحتسبة مع أقرب نقطة وصول للكرة وتوجهها نحو الحفرة النهائية التي تتوسط البقعة الخضراء المعرفة بمؤشر العلم الثابت. والله المنافسة كانت صراحة قوية وكان هواء، الهواء شوي رفع الضربات التعديلية، ولكن الحمد لله تمت على خير وتابع على يومين، كانت هي على مدار يومين، والحمد لله توفق فيها الأخ محمد ذياب النعيمي وفاز فيها. والله المنافسة كانت كبيرة جدا، فوق 105 لاعبين يا من جميع أندية مملكة البحرين يا لاعبين كثير من السعودية. الهواء كان يعني صعب اليوم وأمس، حتى الكونديشن مال الملعب صار شوي صعب، حتى الاسكورات كانت شوي هاي، بس الحمد لله على كل حال قدرنا نلعب زين ونتوافق البطولة ونفوز فيها. مسابقة جاءت بعديد القراءات والمؤشرات الإيجابية التي أفصحت عن علو كعب اللاعب البحريني في ممارسة لعبة الجولف، متبنية لتحقيق جملة من الأهداف التي تتمثل في اكتساب الخبرات واحتكاك اللاعبين بين بعضهم البعض، وذلك في سبيل الارتقاء أكثر بمستويات أدائهم الفني. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات. ضمن استراتيجية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البدء بتنفيذ مبادرة الأمن الغذائي البحري، تم تخريج 15 شابا بحرينيا مؤهلا للبدء بالعمل في الاستزراع السمكي، والذي يعتبر أحد الخيارات الأساسية في توفير الأسماك في السوق المحلية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. أقامت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حفلا لتكريم المشاركين في البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي، إذ تم تخريج 15 شابا بحرينيا مؤهلا للبدء في العمل في الاستزراع السمكي، تماشيا مع بقية دول العالم التي تعتمد بنسبة 50% من استهلاكها من الأسماك المستزرعة بحسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة. هذا وتولي وزارة الأشغال ملف الاستزراع السمكي أهمية بالغة انطلاقا من توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وذلك نظرا لما يشكله القطاع السمكي من أهمية على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين. وأشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستزراع البحري ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات إنتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال 5 سنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لتذليل كافة الصعوبات، مما يعد توجها مهما يبشر بخلق مزارع إنتاج جديدة وناجحة كما نأمل جميعا. كما وتحرص الوزارة على إيجاد كوادر مدربة في مجال الاستزراع السمكي، مما يحتم إقامة البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة إيجابية للصالح العام، مؤكدة استمرارها في دعم هذه المبادرات التي من شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير الفرصة أمامهم لإطلاق مشروعاتهم في مثل هذه القطاعات التنموية الواعدة. نظمت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وبرعاية مجموعة من الشركات، نظمت الحملة التوعوية للجاليات في النادي الهندي بالمنامة، وذلك تحت شعار التوعية انضباط سعادة بحضور أعداد كبيرة من مختلف الجاليات في المملكة، إضافة إلى ممثلين عن النقابة العامة لعمال الخدمات وممثلين عن مختلف السفارات. هذا وتضمنت الحملة كلمات من قبل المتحدثين الرسميين للجهات المشاركة بلغات مختلفة لتعريف الحضور بأهم التعليمات والإرشادات بشروط وضوابط الإقامة في المملكة وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم والجهات التي يرجعون لها عند الحاجة المساعدة. كما وزعت المطويات الإرشادية بعدة لغات محتوية على أهم التعليمات والنصائح من قبل الجهات المشاركة وشروط الإقامة والزيارة والكفالة الشخصية.
واستهدفت الحملة التعريف بكيفية اللجوء إلى الجهات المختصة في حال طلب المساعدة أو الاستفسار من أي جهة حكومية، كما تواجد عدد من الموظفين المختصين من الجهات المشاركة للإجابة على استفسارات الحضور. نظمت شؤون الجنسية وجوازات الإقامة فعالية توعوية تحت شعار توعية انضباط سعادة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، وتهدف هذه الفعالية إلى توعية كافة المقيمين والزوار بكافة الأنظمة والقوانين المعمول فيها بمملكة البحرين. وشمل برنامج الحفل على رسائل أو رسالة من كل جانب المشارك في هذه الفعالية بلغات مختلفة، وتضمن البرنامج جوائز تم تقديمها من قبل اللولو هايبر ماركت، وبرنامج ترفيهي تم تقديمه من قبل النادي الهندي. وطبعا نشكر الرعاة الرسميين لهذه الفعالية، شركة غاز البحرين الوطنية وشركة كلرز لتنظيم المناسبات والنادي الهندي واللولو هايبر ماركت. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. ترشين كتاب تحت عنوان 90 يوما قبل احتلال الزبارة. برعاية سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة الرئيس الفخري للجمعية الكلمة الطيبة، تنطلق في 15 من شهر يناير الجاري عماد الملتقى الخليجي العاشر للأطفال، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام تحت شعار بلعب نتعلم الحياة، بمشاركة 50 طالبا وطالبة يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. ويقام الملتقى الخليجي للأطفال للسنة 10 على التوالي بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، ويعتبر هذا الملتقى من المشاريع الرائدة في المنطقة التي تكسب الأطفال مجموعة من المهارات في مختلف المجالات. وللمزيد حول تفاصيل الملتقى العاشر للأطفال ينضم معنا عبر الهاتف السيد يوسف عبد الله جناحي رئيس الملتقى الخليجي للأطفال. مساء الخير أستاذ يوسف. بداية، ما هي أهم البرامج والفعاليات التي يحتويها الملتقى العاشر للأطفال؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي عليك بالخير وعلى مشاهدين تلفزيون البحرين. الملتقى طبعا من أهم البرامج هي مستوحاة من اسم الملتقى نفسه اللي هو باللعب نتعلم الحياة. البرنامج أو الورش الأساسية في الملتقى هي الألعاب التعليمية اللي نوصل من خلالها قيم ومهارات حياتية توصل للأطفال اللي نستهدفهم في هذا المجال. بالإضافة إلى الزيارات التعليمية اللي احنا نبتدي طبعا الملتقى احنا نبتدي باللعب اللي هو أفضل وأحلى شيء عند الأطفال، فنوديهم منتزه عداري نلعب معاهم، وتكون الفقرة فقرة الألعاب هي كسر الجمود بينهم والتعارف. نعم. وبعدها نبتدي الورشات والزيارات التعليمية والتربوية من ضمن الملتقى لمدة 3 أيام. طيب، ما هي آلية التسجيل المتاحة للملتقى في هذه النسخة؟ طبعا آلية التسجيل عندنا يمكن عن طريق الانستغرام الجمعية اللي هو gwsociety.bh. وطبعا احنا التسجيل فتحناه قبل اسبوع من اليوم، والمقاعد المتوفره حاليا يمكن 5 مقاعد للاولاد و4 مقاعد للاناث فقط. نعم. استاذ يوسف، بالتاكيد هناك رساله مهمه يوجهها الملتقى من خلال المشاركات الخليجيه في مملكه البحرين، حدثنا حول دور المشاركات الخليجيه المشاركه في هذا الملتقى. أكيد، يعني إحنا قبل ما تحدث أنا معاك أختي عن الدور الوفود الخليجي، إحنا نبي نوصل رسالة حق الخليج أو حق العرب حق العالم كله أن إحنا كخليج نكون دولة واحدة وشعب واحد وقلب واحد. نعم. فهذه يمكن هذه الفكرة اللي خلت الملتقى من محلي يكون خليجي، لأن إحنا نجمع عيال الخليج كلهم من فقراتهم معهم في ديراتهم البحرين، ونخلي هذا التعارف يبتدي من الصغر. يعني لله الحمد الحين الملتقى صار له 10 سنوات، الملتقى صار له خليجي من 5 سنوات، وفي اطفال يعني من 5 سنوات لحد الحين هم متواصلين مع بعض. هاي اكبر هدف لنا ان احنا نخلي دول الخليج او اطفال الخليج يكونون على تواصل مع بعض. والمشاركه الخليجيه جدا مهمه بالنسبه لنا وحق اطفال البحرين. احنا نبي يعني حتى صدق هم جراب لنا وخليجنا وديارنا يم بعض، بس في
عادات وتقاليد وثقافات نبي الأطفال يتعلمونها من بعض. نعم، كل التوفيق والنجاح لكم في هذا الملتقى. السيد يوسف عبد الله جناح رئيس الملتقى الخليجي للأطفال، شكرا لك. نشن رئيس تحرير صحيفة الوطن الكاتب يوسف البن خليل أحدث إصداراته كتاب 90 يوما قبل احتلال الزبارة، وكان ذلك في مهرجان الأيام الثقافي بحضور عدد كبير من الكتاب. استمرارا لمؤلفاته حول الزبارة وحكم آل خليفة لشبه جزيرة قطر، أصدر الكاتب يوسف البن خليل كتابا تحت عنوان 90 يوما قبل احتلال الزبارة، في حفل توقيع شهد حضور سعادة علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وعدد كبير من الكتاب والصحفيين المهتمين بالشأن الثقافي والتاريخي. تاريخ المنطقة مرتبط بتاريخ البحرين، هناك الكثير من الحقائق التاريخية التي يجب أن توثق، فأنا أعتقد إصدار مثل هذه الكتب هو توثيق لمراحل مهمة في تاريخ المنطقة. احنا دائما نقول بأن مثل هذه الكتب أو التوثيق بشكل عام يحمي الحقائق التاريخية من التزوير. مثل هذه الكتب هي حماية لمرحلة مهمة، حماية لشخصيات قدمت الكثير لمنطقتها. كتاب 90 يوم قبل احتلال الزبارة دور الشيخ راشد بن محمد الجبر النعيمي، الكتاب هو امتداد لإصداراتي السابقة المتعلقة بتاريخ الزبارة. الكتاب يوثق تفاصيل وأحداث آخر 90 يوم قبل احتلال الزبارة سنة 1937. الكتاب اعتمد بشكل أساسي على المراجع والوثائق البريطانية تحديدا لوثقت تفاصيل وأحداث تلك الفترة. وتتمحور فكرة الكتاب حول عمل بحثي يوثق تاريخ إقليم الزبارة والدور التاريخي لآخر ولاة آل خليفة الكرام في شبه جزيرة قطر الشيخ راشد بن محمد آل جبر النعيمي في مواجهة خيانة آل ثاني. إلى جانب ذلك يركز الكتاب على تفاصيل مرحلة مهمة من حياة الشيخ النعيم وجهوده لحماية إقليم الزبارة من أجل الحفاظ على سكانها من القبائل العربية الموالية لحكامها من آل خليفة. أنا اليوم جاي حاضرة حفلة تدشين يوسف اللي هو ولدي تدشين حق كتاب 90 يوم ما قبل احتلال الزبارة، وولدي أنا وايد كنت وايد فخورة من قبل يألف هالكتب، وزاد فخري له بعد تأليف هالكتب. إنزين وذي وهاي الكتاب يوثق 90 يوم ما قبل احتلال الزبارة من جهة دولة قطر. احنا نفتخر بوجود مثل الكاتب الاخ العزيز يوسف البن خليل، لانه هو يعني ضليع انه هو يبين حقائق خفيت عن المواطنين البحرينيين، تهم كل مواطن بحريني على هذه الارض. هي طبعا الوطن لا يتجزأ. الزبارة كثير من بعض المعلومات والحقائق خفيت عن المواطنين البحرينيين، الا ان الكاتب سعى بجهد وبحث للحصول على العديد من الوثائق والمستندات اللي تثبت وجود الزبارة و90 يوم قبل احتلال الزبارة. استغرق الكاتب في إعداد الكتاب فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر من العمل المتواصل، تضمنت زيارة للإرشيف البريطاني في لندن من أجل جمع أكبر عدد من الوثائق التي بإمكانها المساهمة في عملية التوثيق، كما أجرى العديد من المكالمات الهاتفية مع مجموعة من أبناء قبيلة النعيمي في البحرين ودول الخليج ليساهموا بالإمداد بالمعلومات المتعلقة بالموضوع. شهدت مملكة البحرين صباح اليوم طقسا غير مستقر، حيث بدأت الغيوم بالتكاثف على منطقة الخليج العربي مما أدى إلى تساقط الأمطار في الصباح الباكر واستمرارها لهذا الوقت، وتراوحت شدتها من خفيفة إلى متوسطة. وللمزيد حول هذه الحالة الجوية لهذه الليلة ونهار الغد معنا عبر الهاتف السيد أنور الملا رئيس التنبؤات الجوية. أهلا بك أستاذ، هل لك أن تطلعنا على الحالة الجوية التي تعيشها المملكة منذ هذا الصباح؟ طبعا مسي عليكم وعلى جميع المستمعين والمشاهدين. طبعا مثل ما ذكرتي كانت الحالة غير مستقرة من يوم أمس، وبدأت الغيوم على المنطقة، وبدأت الأمطار من بعد منتصف البارحة يعني بالليل،
والأمطار تقريبا حصلناها لحد الآن تقريبا 12.6 من المتر، وكانت الرياح جنوبية شرقية أمس، حصلنا درجة حرارة مرتفعة نوعا ما بالنسبة حق هذا الشهر، كانت وصلت 29، بينما بسبب تأثير الرياح الشمالية الغربية اللي بدأت عندنا من أمس بالليل بدأت درجات حرارة الانخفاض كما هو يعني لاحظنا، ووصلت الحرارة تقريبا 5 ساعات تقريبا ونص فرق عن أمس، والأمطار استمرت معانا وكانت مثل ما ذكرنا ما بين معتدلة إلى متوسطة، وأحيانا نشوف الأمطار بدأت تقل تدريجيا إن شاء الله حسب متوقع، وأنها تحرك على المناطق الجنوبية من البحرين. نعم نعم أستاذ، أستاذ أنور، إلى متى من المتوقع أن تتأثر المملكة بهذه الحالة الجوية؟ والله إن شاء الله تبدأ الغيوم الحين بالتحرك جهة المناطق الجنوبية، وتدريجيا إن شاء الله من الليلة بتكون فرصة الأمطار ضعيفة إن شاء الله. زين، ورياح شمالي غربي بتزيد بكره اتوقعها، وتكون الجو بيكون الجو بارد نسبيا، وفي تحذير حق رياح قويه السرعه خاصه بكره وبعد بكره ان شاء الله. طيب ما هي الحاله الجويه المتوقعه خلال الساعات القادمه ايضا كذلك اليومين القادمين؟ ايوه، الساعات القادمه ان شاء الله مثل ما ذكرت الامطار بتكون خفيفه في الغالب، وكمية الغيوم بتغل تدريجيا. نعم. والرياح بتكون بالتحول لشمالية غربية، وبتوصل من معتدلة إلى نشيطة السرعة وتصل إلى قوية، وذلك في تحذير حق مفردي البحر عن رياح شمالية غربية قوية السرعة، وإن شاء الله هذه الحالة الجوية حق بكرة وبعد بكرة إن شاء الله. نعم سيد أنور الملا رئيس التنبؤات الجوية، شكرا لك. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.